بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نجتهد اجتهادا صائبا نافعا، أمين يا رب السماوات والأراضين. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. قال إن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله، الآية دي 23 من سورة التوبة لروتور ديو، إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم. إذا كان أنت يريد أن يقلبوا الحقائق واستحبوا الكفر على الإيمان، شوف الذوق الهابط. أنت لو كنت مؤمن ما كنت تعمل العملة دي، ما كنت ورط روحك. ربي أعطاك أمر وأعطاك نظام التزم به، ما شنو المشكل؟ أمور تيسر ما دام نيتك خالصة لله. هذا الإيمان ولو مش كلف لك جهاد ورا جهاد إلى آخر حياتك، ما يهم، ما يهم، ولا الطريق نظيف وطريق مأمن من طرف المؤمن، أي المؤمن سبحانه وتعالى. إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم، شو حكم ربي في ذلك؟ الشريط الآتي نظهر لكم ما قاله الله في آخر هذه الآية الكريمة، والسلام.